قسم مكافحة المخدرات في البصرة قال إنه وضع يده على ما يزيد عن 40 كيلوغرام من المخدرات، 43 كيلوغرام قال أو قيل إنها قادمة من إيران. تعالوا نشاهد وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بعدنا بالمخدرات في البصرة. اليوم أبطال قسم مكافحة المخدرات في البصرة طبعا استطاعوا بعملية نوعية وكذلك مخاطرة وتعب وجهد واستخبارات وكذلك كل شيء استطاعوا إلقاء القبض طبعا على كمية من المخدرات. إيش قد الكمية؟ لا غرام ولا غرامين، 43 كيلو من المخدرات. شوفوها طبعا وين المخدرات، منين اجت ما ندري، بس اعتقد من الارجنتين. 43 كيلو مخدرات استطاع قسم مكافحة المخدرات البطلة طبعا، ومن اقول كلمة بطلة لأن يشتغل بمكافحة المخدرات في البصرة يعني هذا حاط روحه على كف عفريت. وبالتالي 43 كيلو هذا كم شاب راح يتأذى من عندهن؟ كم شاب؟ بس شوفوا 43 كيلو. المهرب اللي يودى 43 كيلو او اللي يراد يدخل 43 كيلو من المخدرات ايش قد كان يعتقد متمكن هو، او العصابة الاخرى او الجهة اللي رادت تستقبله يعني قنعته بان الامور بخير وتعال. 43 كيلو من الله لا يعطيكم ان شاء الله. 43 كيلو مخدرات تدخلونها بيوم.